السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوودي أشقي ما بدن كنو سدوا ذا برامج كيني عيارها ورر كسوحني ماي سبورس كايات كما غدون تان لن كترنا سويركا هذا الهين سبورس كو وين وحيابها وقدم بين عيارها اياد سيقود وديرة وصاري دونا فضلان تدقو حسب جناك كنو سبسكراب غري لايك شير كومنت كما ملاوت كما سنتين سيدي وناغو كوليهان أدمر البا على صوتان اينو كوهر مرنا كوحب كوبادة عكتة أرسنال توبروه ذا ميكايل أرتيتا أيا لشيغيا إن كلمدا برسيسن كا دور حيديك وكغد تغي دونا لندن أسيغو أمريكا أما مرايكان كا وقوصو عيار دونا كلمدا سكو ديارين تا إيه هريالة دا كدب لعيار دونا إن كاني وحو عيار دونا كلمد دور أسيغو قدها مرايكان كا حواوين ولعيار دونا وحانا لليهاي دور عيارتوي أيانا كمقان كو إيتمن عيارتوي أيونا لندن كغد تغي أيانا لليهاي إلحي لواتن عيارتوي قدهان سكواتكا وحو الشيء لنكاسي مريكنكا سي او تجاب سدع يارتو ديسا حل عيارت كي زدحاد ايونا دونايا انو كولاتر تمكوح دوكو بدا عكتي مانجيسا سيتي بريمير ليغا مركا ارتيتا او حال ليها عيارتو دي كامقان وابي كامقينهين كوا ايان اووتي ايانا سيقود او ايجي دونا ميكيل ارتيتا ارت سيقود مركا ينو فيرنو عيارتو يوحا جيرا سيدا دقل رايس رامس دالي بوكاي ساك دافيد رايا ولين سليبا امانتو دا حلالكا ايان كسو دا هين كواسي لميهيلي كارو كوبا كلان رابع ايونا وغسو تغي ميكيل ارتيتا لكن قودهان عيارتو دي اوحوشي ايان سيقود او ايجي دونا دورها قول هيا او اوين نكلو مع أليكس رول ميشان لابد قول هاي واوين ميشان ميسان جوغان لنك الدافع وايت إيسي شانكو تيمبر جونز نيكلوس جوريال كورير أدم هايفين إي أمر ريغليس أيونا واتي قد كده توماس بارتي جورجيو روسليك لويس روديغاد سميث رو نكلو مع فابيان فييري نواري يو نيكلوغو مغاعابو اي جيم المير هيروا انت كاليتو دانك وير كان توزاد اي نيلسون اي ساكو يو غابريال جويزوس اي ايري نكاتي ايو نحوشي مركو حونا دونا يا ارتيتا حيلي هوري انو اسكو دياريو ان كلمادا برسيسن كعيارتو ديسا ايو ندونا يا مركا عيارتو دي كمقان نواكو دابع اي كو كاليتو حلول كي اكو صداهين اي نكو ساهين دمير اي نسوورين سو دانك كالو حالوولي يا هالسان اي كسووريغتي تن اي مركي ليونال ميزي اصفتي كلهم كيسي اوهري كوحدة انتر ميامي إساقو دلي قول كي قوشة دقيقة دي ساقاشاني أفراد كلهم لي كابكا كوحدة كوباد عكت انتر ميامي إيح لغا سي عياري سي ليون الميزي بحي انتا كدن بيي وحالو ليها وحالو ديبان قليشان إلا باتن قول إليح إلا باتن عابن أو كوحدة سيي ساقال إلا باتن قولن أو أصفتي ميزي هورت ساند انتاس قولولكو مقادة نيسوني كاوال اوغي قولول بدن إنو دلنايو لكن دابعيو ايانا ساند كاني هريي ليون الميزي انتو اوغو بدن كلما او عيارة انتر ميامي كوو كلان نبوا او كمقنا مركا هال سانا ايا كسو وريغتي ايا لولي هاي كو بيريستيسا كوحدة كوباد عكت انتر ميامي قودك كوباد عكت اي ليون الميزي سيدا اي اس بي ان اسو دابع اسو دانك كالحيدك كوحدة كوباد عكت جلسي انزو فرنانديز ايا هبينكي حالها لغو صوبانيكي كلن كوحديسا ريفال بليد اي عياري سي نون كاني هورا ايو ليفال بليد اوغوي مادي كدي بانفيك ايو كبيري جلسي ايو نكاقسو اهدي كوحديسا او كسو بارباري وا ريفال بليد ماركو حالوغولي اي نكاني ماموس غار ايا لو سمي مادام او كوكوليستي كوب امريكا لكن نكان وحاب اوغو سي درتي ايا لوغولي اي تاغيريا شيس ماركو او بغضيب هاسي اسيغ براها بلوشان سوو جيلين اي لوغو عانا عيارتويد مدو اي غرونك دنك اي كخادايين اي لوغولي ماركا اديغا اي باتادي كو هزتاي ادانا وحواي ميد كاليتا ايا لوغو داري ماركا اريك نيك لوغو مغا انزو فرنانديز وا او يا بيني هاي ابينكي حالا ماشيس اي لوغو سو بندقي لكن تاغيريا شي هاسي اي قادين عيارتويد ارجنتين او برتيس لسو جلي انزو فرنانديز ايينا كو هيسا اي مركا انزو اسيغو تي هيسات ايا متكال لوغو دارايا نيكاني مركا حال كيسا اللو سال او مورا واحيطا وحال اللي جلسي نيكان هاسكا جاتو محايا القول كلبس جلسي سيدو كفر دلنا هاوي اتكانيسا انزو درتيسا مركا حال كسيدا سي ايو مرايا ديلي ميل ايانا سوبريني سو دانك كال هدي اينو فيرنو عياريان كوحو كبادا عكتي مانجيسا سيتي ارليغ هالان ايا افر الا باتن جلسدي حدي جانا او وحكستو كبادا عكتي كاقبسدي لكن أولي من بلون الدئور إنو كو قوليستو أيا هاتا محال قوليهاي
dada afar iyo labaatanad waxyaabaha uu qabsamay ayaa guud ahaan la soo qaatay isagoo isbabardhig lagu sameeyay xidigii kala ahaa Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo labada good kubada cagta in badan maamusheen dada afar iyo labaatanad markay jireen iyo Erling Haaland dada afar iyo labaatanad waxyaabaha uu qabsamay ayaana guud ahaan la soo qaatay waxaa lagu leeyahay Erling Haaland 313 kulan ayuu guud ahaan ninkaanu ciyaaray inta uu jiro da'daani 256 gool kontani afar caabina uu sameeyay celcelis ahaan 87.5 gool ayuu dhaliyaa halka 72.2 assist ayuu sameeyaa inta minutkaas u dhaxay hat-trick 20 ayuu sameeyay penalty 45 konton ayuu qaatay sidoo kale wuxuu ku guuleystay league horyaalada goolasha 176 gool ayuu dhaliyo dhanka horyaalada guud ahaan inta horyaal uu ku soo ciyaaray Champions League 41 gool international kana 32 gool koob markii la dhaho Australian Bundesliga ayuu ku qaaday Australian Cup oo hal jeer sidoo kale DFB Pokal Cup hal jeer Premier League oo laba jeer FA Cup oo hal jeer Champions League oo hal jeer UEFA Super Cup oo hal jeer FIFA Club World Cup no ugu dar sidoo kale dhalinyarada wuxuu ku guuleystay Norway Cup kooda hal jeer ayuu ku guuleystay sidoo kale international wax koob ah ma uusan u qaadin shakhsiyadiisa muxuu qaatay marka European Golden Shoot oo hal jeer ah Australian Bundesliga Player of the Season oo hal jeer ah Player of the Season Bundesliga hal jeer ah Football of the Year dhankan iyo Norway hal jeer ah Premier League oo hal sano oo asina ku guuleystay Premier League Golden Boot hal jeer ah Golden Boy oo hal jeer ah BFA player dhanka ciyaartoyda ayuu ku guuleystay sidoo kale Champions League ciyaaryanka ugu fiican sanadka Champions League sidoo kale tana top scorer kiisana laba jeer ayuu noqday marka ninkani wax badan ayaan u qabsamay sidoo kale Lionel Messi oo kale 326 gool ayuu ninkani guud ahaan u saftay xulka aan dhahay guud ahaan kooxdiisa ayuu u saftay Lionel Messi asigoo ninkani 326 kulan ayuu u saftay ma ka badan yahay Erling Haaland ayaan fiiriyay Haaland ayaa kulamo yar Messi ayaa kulamo badan 197 gool ayuu dhaliyay Haaland 200 gool marka aad ayuu ugu badan yahay 84 caabina waa uu sameeyay celcelis ahaan Messi 194 gool ayuu dhaliyaa halka 87.9 marka Haaland ayaa inta ugu badan fiican hat-trick xataa 10 ayuu xilligaas Messi dhaliyay 24 bilanta uu qabsaday 19 waa uu dhaliyay liiga markii la dhaho 119 gool ayuu dhaliyay Haaland ayaa fiican Champions League Southampton 17 international 17 marka koobka ninkan Messi uu ku guuleystay iyo Benon Diore in badan waa wada taqaanin Lionel Ronaldo aan fiirno 362 gool waa ninka safashada ugu badan qaatay 132 goolna waa uu dhaliyay 66 caabina waa uu sameeyay Haaland ma ka badan yahay intaasi Haaland ayaa badan inta ugu badan barka sidoo kale celcelis ahaan 199.9 goolal ayuu dhaliyaa wax badan ayuu ku qaataa 133.3 caabin ayuu ku sameeyaa hat-trick hal jeer 20 binaanta uu qaatay 16 waa uu dhaliyay goolasha horyaalada 78 gool 11 Champions League 21 goolna xulkiis ayuu dhaliyay guud ahaan koobka ku guuleysanay iyo Ballon d'Or ku guuleysanay shakhsiyadiisana waa taqaanay marka Haaland ayaa bandhig fiican markii loo eego da'da 24-aad markii la subordhig loo sameeyo Ronaldo iyo Lionel Messi sida team talk ee soo wareenayso dhanka kale hadii aynu fiirino kooxda kubada cagta ee Barcelona xidiga xiisaha ay u qabtay ninka lagu magacaabo Luis Diaz oo u ciyaara kooxda kubada cagta Liverpool ma doonayso xidigan inay iibiyaan taa bedelka xidiga kale ayay iibin doonaan laakiin lagama yaabo xidigan inay Barcelona ka iibiyaan Liverpool ku far adeegayaan Diaz ma doonaa inay iska iibiyaan Barcelona xidigan aad bay u baadi goobaysaa sida team talk ee soo wareenayso dhanka kale waxa lagu leeyahay madaxweynaha kooxda kubada cagta ee Bayern Munich ninka lagu magacaabo Uli Hoeneß ayaa sheegay difaaca Matthijs de Ligt in uu ka tagi karo kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich todobaadka soo socda oo Manchester United ay doonayso ninkan inay gacanta ugu dhigto ama macallinkiisii hore oo uu la midoobi doono ninka lagu magacaabo Matthijs de Ligt Erik ten Hag ayaa aad u baadi gooba marka wuxuu xaqiijiyay ninkan inuu todobaadka soo socda uu ka tagi doono sida Daily Mail isoo wareenayso dhanka kale kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa ku dhow inay heshiis la gaarto xidiga Bologna oo ciyaara ninka lagu magacaabo Ricardo Calafiori 42.5 milyan
ayayna ku qaadan doonaa sida leliya 22 jirkaani daafac ugu ciyaaro xidigaani way ku kala baxeen Arsenal ween ognahay kaliya Basel iyo kooxda kubada cagta ee Bologna inay lacayaha kooda heshiyaan ayaana heshiiskana kaga xiran laakiin dhanka Arsenal iyo xidiga wax walba waa wada dhameystiran yihiin sida wararka ay leeyihiin kooxda kubada cagta Liverpool ayaa aad u baaday goobaysa xidiga Conceicao Inacio waana bartilmaameedkooda ugu horeeyay kooxda kubada cagta Liverpool ee doonay inay ku soo qaataan difaacani maadaama xidiga Matip Van Dijkna lagu wado inuu kooxda kubada cagta Liverpool uu iskaga tagi doono hadii uu qandaraas uu saxiixo marka Liverpool Conceicao Inacio ayaa diirada saaranaysa Aaron Slot ayaa aad u doonaysa xidig ayaa aad u doonaya xidigaani sida wararka ay leeyihiin dhanka Chelsea ayaa markala weerar ku qaadi doonta kooxda kubada cagta Manchester City waxay doonayaan gol bal marka xiga inay ka soo qaataan waa ninka lagu magacaabo Oscar Bob kaasoo dhalinyarada Manchester City ka soo baxay kooxda waaweyn xiliyareedkii hore oo kulmo kooban oo uu ciyaaray bandhigiisana inaba caadi maan xidigaani Chelsea ayaa hadda weeriyahankani baad goob ugu jirto asigoo da'yar Man City 22 gool in ka badan oo u dhaliyay xitaa Premier League xiliyareedka hore Man City goolal ayuu nuur dhaliyay marka Chelsea waxay ilka aragtay kooxda kubada cagta Manchester City xidigaha ka soo baxayo haddana Oscar Bob ayay doonteen sida aan wararka leeyihiin dhanka kale kooxaha kubada cagta Arsenal iyo Tottenham ayaa u wadacad siixa bartilmaameedka kooxda kubada cagta Liverpool nick lagu magacaabo Yelmis oo xulka Turkiga u ciyaara kala satarayna qaybka ah xidigaha waxa lagu leeyahay Liverpool ayaa bartilmaameed waahidigaani haddana waxa ku soo biireen Arsenal iyo Tottenham sida aan wararka ay leeyihiin dhanka kale kooxda kubada cagta Barcelona waxay raadinaysaa wado ay kula soo saxiixan lahayd heshiiska Nico Williams ee kala haajoon doonto toddobaadkan soo socda kooxda kubada cagta Athletic Club kiliya ma ahan Olmo ayaana ku jiray heshiiskani asagana in doonaysa kooxda kubada cagta Barcelona soo qaataan sidoo kale Mikel Merino waa saddexda ciyaartoy oo xulka qaranka Spain caabinay ayay kooxda kubada cagta Barcelona doonaysa inay gacanta ku soo dhigto Barcelona saddexdan saxiix waa mid qad dhexe midna lambar 10 garbahana ka duuli karo ninkana garbaha aad ugu fiican Williams saddexdan ciyaartoy Barcelona hadii helaan wax walba u dhameystiran doonaan sida in wararka ay leeyihiin dhanka kale Romano ayaa xaqiijiyay inaysan ka jirin De Bruyne inuu heshiis la gaaray kooxda Al Ittihad ama gudaha Saudi Arabia inuu aadi doono waxa lagu leeyahay kooxda Al Ittihad ayaana beenisay kaliya diirada waxa u saaran inay xidigaha Moussa Diaby ay soo qaataan iyo Anderson laakiin waxaa la beeniyay in uu De Bruyne oo heshiis la gaaray kooxda Al Ittihad Romano ayaana soo daabacayo dhanka kale Raphael Varane ayaana ugu dambeyn ku biiray kooxda kubada cagta ee Como Cesc Fabregas ayuna la shaqeyn doonaa dokumentiyada wax walbana waa la saxay xidigan kaliya in la soo bandhigo ayaana dhiman Romano ayaana soo daabacayo ugu dambeyn kooxda kubada cagta Aston Villa ayaa iska iibiyay Moussa Diaby waxayna ka iibiyeen kooxda kubada cagta Al Ittihad 60 milyan ayayna dhaafsadeen hiya uyo go ayuna leeyahay Fabrizio Romano maadaama transferkana wararka ugu dambeeyay ay kuwaasi ahaayeen intaan ayaan kusoo koobeyna wixii kusoo kordhay barnaamijyadeena xiga ayaad ku maqli doontaan wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh